لقد سئمنا سماع الأخبار لكثرتها. لكن هذا الخبر يتعلق بجارك عبد الرحمن. تراه يعلن عن صفقة تجارية في عالم الملابس. لا، بل هناك إعلان عن دعوى قضائية ضده. ماذا قلتي؟ في الصحيفة دعوى قضائية مقامة ضد عبد الرحمن. أريني. هل أحضر لك كوبا من الشاي؟ أشكرك سلة. دعا قاضي الإجراءات التمهيدية عن عبد الرحمن بتهمة عدم سداد ديون مستحقاته لبعض الأشخاص المتعاملين معه تجاريا، وعليه بالتالي أن يسدد كامل مستحقاته في فترة زمنية لا تتعدى الشهر من هذا التاريخ، وإلا حكم بموجب المادة 105 من قانون العقوبات التي تجيز حبسه من 6 أشهر إلى 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك عدت باكرا. أظنك أخطأت بالسعر وأخذت مني ما هو فوق الربح الحلال. استغفر الله، استغفر الله يا رجل، هذه تهمة خطيرة. بكم بعتني هذا القميص البارحة؟ 15 ريالا حسب ما أذكر. هو كذلك 15 ريالا. أنت تعرف أن ثمنه الحقيقي هو 19 ريالا، ولكنك كنت صديق والدي رحمة الله عليه، وهذا ما يدفعني إلى أن أخفض لك السعر. ولأنني كنت صديق والدك فإنني لازلت وفيا لهذه الصداقة، ولأجل ذلك عليك أن تنتبه. سوق الأقمشة يحوي الكثير من محلات الألبسة الرجالية. ألست تذكر بأنني عندما بعت لك هذا القميص قلت لك بأنني ربحت منه 0.5 ريال فقط؟ نعم أذكر. حسنا، تفضل وتأكد بنفسك. دعني أسألك، من أين مصدر مشترياتك؟ من المعمل الأساسي لحياكة الألبسة. انتبه يا عمي، إن كل ما تراه من ملابس في المحلات هو من نفس المعمل. لابد وأن خطأ قد حدث. أي خطأ تعني؟ القميص نفسه يباع عند جارك 10 ريالات فقط. مستحيل. هي الحقيقة، أنا متأكد أن جاري عبد الرحمن لم ينتبه لهذا الموضوع، وخصوصا ما دون في فاتورتي. كل ما في الأمر أنني وددت أن ألفت انتباهك إلى هذا الموضوع. أشكرك، أشكرك يا عمي عمران. سوف أخبر جاري عبد الرحمن عن خطأه الذي يؤدي به إلى خسارة متوقعة. مروان، مروان، الشاي. شكرا. أشعر بالنعاس يا مروان، أتريد مني شيئا آخر؟ أشكرك. تصبحوا على خير. وأنت بخير. ما الذي دفعك أن تأتيني بكل هذه الثياب؟ لأؤكد لك الخطأ الذي تسير أنت فيه. أنا أسير في الطريق الصواب. لكنك بهذا
تبيع بأقل من رأس مالك. أنت في خسارة متوقعة لا بد منها. اطمئن، إنني أسعى إلى الربح. أستنتج من هذا أن المعمل يعطيك البضاعة بأسعار دون أسعار بقية المحلات. المعمل هذه هي الفواتير أمام ناظريك، تأكد بنفسك. إذن هذه بداية حرب تشنها علينا في سوق الأقمشة. إذن أشنها عليك أنت بالذات. يجب أن أحطمك انتقاما مني لأبيك الذي حطمني ذات يوم. ما الذي فعله والدي تجاهك؟ سرق مني الأرض على حين غفلة. أية أرض تعني؟ الأرض التي تفصل دارينا. إذا كنت تريد هذه الأرض فأنا أبيعها لك. عدت بحاجة إليها. إذا ما الذي يدفعك إلى محاربتي؟ لعلمك سأبيع السترة بنصف الثمن والقميص بالربع، ليكن هذا في معلومك. إلى أين تريد أن تصل؟ سأصل إلى الوقت الذي تأتيني فيه وتعرض علي محلك بما فيه، وساعتئذ أنا الذي أقرر أشتريه أو لا أشتريه. هذا الذي تقوم به محرم في الإسلام الذي تعتنقه. إنها عملية تجارية، والرابح هو الذي يعبر بحراً متلاطم الأمواج. العملية التجارية الخالية من أي ضوابط هي عملية فاشلة، وبالتالي ستقود صاحبها إلى الفشل. صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا بني. ما الذي أتى بك باكرا هكذا؟ صحيفة الأمس. ما بها؟ ماذا تفسر ما كتب في الصحيفة؟ دعك من هذا الآن، اسمعني جيدا. أريد الحقيقة يا أبي، هل أنت مفلس فعلا كما ذكرت الصحيفة؟ هذه الصحيفة بالذات تود الإساءة إلي. ما رأيك في أن الذي شكاك إلى القاضي أكد لي الخبر؟ هل ذهبت إلى صابر الحقير؟ نعم ذهبت يا أبي. خليل، إنك تتدخل في أمر لا يعنيك. بل يعنيني يا والدي، أريد أن أعرف حقيقة ما يجري من حولي. حدث ما لم يكن في الحسبان يا ولدي. أسأت إلى الآخرين، انعكس ذلك علي. كنت أتمنى أن تتحطم المحل من حولي، وخصوصا المحل الذي بجانبي. المضحك المبكي أن المشترين كانوا يفضلون شراء الأغراض بسعر أعلى من المحل المجاور على الشراء بسعر منخفض من محلي. الناس لا يفهمون مصلحتهم. الناس يعرفون الحقيقة. أي حقيقة تعني وأنا أبيع بالسعر المنخفض؟ يعلمون حقيقة الدار الذي تحمله. دعني أسألك يا والدي، ما الذي يدفع مواطنا أن يشتري البضاعة الأصلية بالسعر الأعلى ويترك البضاعة المقلدة ولو كان بنفس الجودة؟ أليس ذلك بدافع الإيمان الفطري الذي يدفع الإنسان للابتعاد عن الفشل؟ هذه حالة وتلك حالة أخرى. الحالتان تتشابهان من حيث الهدف النهائي. يا والدي، هذا أمر لا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون. اجلس يا بني.
أود التحدث إليك. فاطمة، أظنك دخلت المحل الخطأ. يجب أن يكون التسوق من مهمة الرجال. لا أنكر هذا، الرجل الذي يستطيع أن يأتي بحاجات بيته عليه أن يندفع لذلك. هل أنت مقتنع بهذا أم أن الغيرة تدفعك؟ الاثنان معا. أؤمن بأنه من غير المستحبات أن تخرجي إلى الأسواق العامة وتحملي ما تحملينه من أثقال. هذا عمل يخدش الأنثى. دعنا من هذا واسمعني جيدا. جاء أخي لزيارتك لكنه لم يجدك. أرى أنها زيارة مفاجئة. هي مفاجأة فعلا. حدثني بشأن الأرض التي تملكها. هذه الأرض لا أريد بيعها. لكنك كنت ستبيعها ذات يوم. دفع لي 17,000 ريال فرفضت. لكنه أتاك 20,000 ريال. مبلغ ممتاز، لكنه لا يشجعني على بيعها. مروان، كنت ستبيعها ذات يوم 12,000 ريال. يومها كان الحبل يشتد حول عنقي، كان جاري يحاربني. وبات جارك على وشك الإفلاس. الشماتة أسلوب خاطئ في التعامل مع الآخرين يا فاطمة. يسعى جارك للنيل منك لتبيع كل ما عندك، فكيف ستعامله؟ أعامله بعكس ما يعاملني إن استطعت. أن يضربك بحجر فتعطيه وردة؟ قلت إن استطعت. يجب على الإنسان أن يحارب الشر بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أتريدينني يا فاطمة أن أعمل عملا يراه الله ورسوله، ولا يكون عملا شريفا يرفع درجتي عند الله سبحانه وتعالى؟ الساعة 9:30 وصاحبك تأخر كثيرا. اتصلت به منذ دقائق فأخبرني أن ما طلبناه في طريقه إلينا. مروان، أنت متأكدا من مهارته في إعداد الطعام؟ ويحك يا فاطمة، أنت تتكلمين عن مطعم السندباد الذي هو أكثر شهرة بين المطاعم هنا، وأنه على بعد خطوات من محل الألبسة الذي أملكه. حسن، اتصل به ثانية. ماذا بك يا فاطمة؟ أمسيت لجوجة بعض الشيء؟ أخشى أن يأتي ضيوفنا قبل أن يأتي الطعام. باتت التوصية قرب الباب. خليل، أهلا وسهلا، تفضل. شكرا، هذا لك. لكنني ما زلت أفكر، ما الذي جرى؟ ما الذي جرى للسندباد؟ ألم يعد لديه عمال حتى أوكلك بهذه المهمة؟ باستطاعتك أن تقول إنني أحمد عمال مطعم السندباد؟ لابد وأنك تمزح. أبدا، باستطاعتك أن تسأل صاحبه. منذ متى وأنت تعمل عنده؟ منذ اليوم. ألا يتناقض هذا مع جامعتك؟ يؤسفني أنا أقول لك أنني تركت الجامعة. أعلم أنك لكمتني بالضربة القاضية. كان لابد من ذلك. تشكوني للقضاء وتفضحني في الصحف أمام معارفي. أنت فعلت بنفسك هذا. طمعك وجشعك وحقدك وثأرك. أنا صاحب معملي ضم أكثر من 100 عامل، أريد ثمن بضاعتي. أفرغ محلي وأعطيك البضاعة. أقبل بذلك،
ولكنها لا تساوي المال المطلوب منك. أنت مدين لي ب7,000 ريال، وكل ما في محلك لا يساوي 4,000 ريال. أدفع لك الباقي على أقساط. أقساط؟ وعدتني بهذا من قبل، ولكنك لم تفئ بوعدك. أنت بهذا تحاول الزج بي في السجن. خوض السجن للذين لا يدفعون حقوق الناس، ألا تعرف ذلك؟ أنت لا تكرمني يا صابر. بل أكرمتك كثيرا، يكفي أنني اكتفيت بهذه السيارة ولم أصعد إلى دارك وأطالبك بحقي أمام عائلتك. إن كنت تريد سجني فبإمكانك أن تأخذني بهذه السيارة إلى السجن فورا. سأمنحك 4 أيام إضافية، وبعدها كل حادث حديث. مروان، مروان، أنا لا أستحق الذي فعلته يا بني. بل تستحق يا عمي، فأنت جاري وجار أبي. جارك؟ جارك الذي ذات يوم كاد لك وحاول أن يحطمك ويجعلك أسفل السافلين. لا سبيل للعودة للماضي يا عمي. كل ما في الأمر أن هذه الأرض التي أدت إلى النزاع بينك وبين والدي كانت الحل في النهاية. نحن من نصنع النزاع ونحن من نصنع الحل. الذي دفعته عني سيبقى دينا في عنقي أسدده لك. اسمع يا عمي، دفعت نيابة عنك لدائنك 7,000 ريال، أستعيدها منك لاحقا إن شاء الله. وهذه 3,000 ريال لخليل كي يترك عمله ويعود إلى كلية الطب. دعني أقبل يديك. استغفر الله، استغفر الله يا عمي، والله ما أقوم إلا بواجبي. خذ. أيقابل الشر بالخير؟ أيقابل الشر بالخير يا ولد؟ شهدوا يا ناس، شهدوا يا ناس، قد فعلت ما بوسعي لأحطم هذا الرجل، فإذا به يرفعني. كدت له ليوقعه في الشرك فأنقذني من الشرك. قل لي بربك، قل لي بربك يا مروان، ما الذي دفعك إلى مثل هذا الخير كله؟ فوالله يا عمي، الله أمرنا أن نعمل إلا خيرا، وما نهانا عن عمله إلا الشر. أعاذنا الله منه ومن فعله ومن القيام به.